السؤال: كيف يتنازل الإنسان عن فلذة كبده ابنه من صلبه بسبب إعاقته أو أي سبب كان؟ اللهم اجعلنا بارين بوالدينا من هم معنا أو من رحل منهم، داعين متصدقين عنهم، متذكرين أن الجزاء من جنس العمل، ودائرة الأيام تعيد تكرار مواقف اليوم غدا أو حتى بعد عشرات السنين. مواطنة جزائرية طلقها زوجها وتخلى عن طفله بسبب إعاقته، إعاقته بالشلل الدماغي الذي أصابه جراء عملية ولادة كانت متعسرة. نقص الأكسجين أتلف دماغ إسماعيل لتكون قصته قصة لا يتقبلها منطق ولا يستوعبها عقل. الأم المسكينة حملت ابنها إلى الإمارات بحثاً عن رعاية، فحطت رحالها في البرنامج الإنساني الرائع ألم وأمل والذي يعرض على قناة الشارقة الفضائية. التوفيق حالفها بجهود أسرة البرنامج وعطاء أهل الخير ليتم تأمين إقامة وسكن لمدة عامين طبعا لابنها إسماعيل، لكن لتأخر علاجه أصبح بطيء الاستيعاب. سليمة ستكمل حاجتها وقصة ابنها إسماعيل في هذا التقرير الذي أعده لكم فريق عمل قريب المنال. ضحية الأقدار، أبوه تخلى عنه لأنه معاق، يعني هذه حقيقة، يعني من أم تحكي مأساتها لأول مرة ربما تسمعها. ذنبه الإعاقة وجرمه أنه خرج إلى الدنيا مريض ليتخلى عنه والده دون رحمة. مواجهة مصير حياته سلم مجهول النهاية، لكن التعويض نذر من أم نذرت حياتها من أجل فلذة كبدها، طارقة باب الغربة والسؤال، عابرة عالما آخر بحثا عن بصيص حياة أفضل مهما كان ثمنها ومهما كانت نتيجتها. عمره 7 سنوات ونصف، عنده شلل دماغي بضمور في المخ، ونتج عن ذلك يعني فقدان عين اليمنى. ابني لحد الساعة يلبس حفاضات، يعني لحد الساعة يرتدي حفاضات، ولحد الساعة أنا أطعميه، أنا أوكله يعني بإيدي، ما يعرف يعني يأكل بنفسه. في أشياء يعني سبحان الله الإنسان يعني بكثر ما يمر بأحزان ومأسي ما يريد أن يتذكر، لأنه ماضي قاسي جدا. يعني من أجل أم تقطع تذكرة وتضبط تأشيرة زيارة وتأتي، ويعني مش أمر سهل، مش أمر سهل على أمر يعني امرأة يعني تسعى، تجدها تجاهد تضحي. هل كانت رسالة أو ورقة مفترقة طريق؟ سطور خطت بمرارة السم، طلاق وفراق واعتذار مطبق بألا إنسانية وبألا رحمة. ذلك ما استلمته سليمة والدة إسماعيل من زوجها ووالد طفليها. دخل عناية مركزة، لا أجد إلا رسالة تأتيني أنا لا أربي ولد معاق، والرقم يتغير خلاص، يعني طلاق بالتمام والكمال. الحياة بدأت بشكل مغاير عند إسماعيل ووالدته، لا عائلة ولا معيل، والذنب إعاقة لا ذنب فسق أو فجور، لتبدأ رحلة أساسها عقوق لا إعاقة، بحثا عن سبيل حياة أفضل ونجاة من مجهول تتلاطمه أمواج شغف العيش والحياة الكريمة. أبوه تخلى من كثرة صراخه، تخلى عليه بسبب أنه معاق، لا شيء أقل ولا زيادة. شدت والدة إسماعيل رحالها إلى أرض الخير الإمارات بحثا عن علاج ومساعدة، فكان التأمين والأمان وكانت رحمة أهل الخير لا رحمة والد أزعجه صراخ ابنه المعاق.
متناسية سليمة عبارة ذيلت بورقة طلاقها: أنا لا أربي ولدا معاقا. كأن سم قاتل، يعني يقول لك طلقة من الرصاص ولا أن تسمع الأم قل لي أنا لا أريد امرأة تنجب معاق. شو تظني نفسك؟ شو أنجب؟ جبتي ولد معاق. ما يحتاجه إسماعيل للسنوات الثلاث القادمة من رحلة علاجه نحو الأفضل 100,000 درهم، موزعة على مراحل علاجه المنتظرة: الإقامة سارية المفعول، والسكن مؤمن، ومشوار الألم بدأ بأمل لتكون نهايته المنتظرة عبر قريب المنال. في ناس ما شاء الله يعني تبرعوا بسنتين يعني علاج، وفي ناس الذي كل يوم أدعي لهم أن الله عز وجل أن يبني لهم بيت في الجنة، إنهم سبحان الله أبوا عابرة سبيل، يعني مسهل واحد يفتح لك بيت يعني غرفة وصالة. يعني بعدين أنا سبحان الله كلمت يقولوا لي يعني في المركز أن ابنك مش بسنة وسنتين، بده وقت طويل يعني تأهيل. إسماعيل مثل الأكسجين أعيش به.